بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شركة عباد الرحمن لتوريد وتجارة معدات مزارع الدواجن، ان شاء الله بنقدم لحضراتكم الشفاط 220 واط مقاس 60x60. طبعا دوت بيكون ملفاته نحاس بالكامل زي ما هو موضح مع حضراتكم نحاس، وطبعا بيكون معانا الاكس على رومان بيلي. الميزة في الرومان بيلي انه بيكون بيدي معانا سلاسة تشغيل، يعني بتكون الريشة خفيفة جدا معانا في الدوران، فبالتالي ما يحصلش سخونية ناتجة عن الجلب او ناتجة عن احتكاك الاكس بالجلبة زي ما هو موضح لحضراتكم اهو على رومان بيلي. تمام. بعد كده سرعة دوران الشفاط دوت بيدي معانا 1400 لفة في الدقيقة، 1400 لفة في الدقيقة. طبعا متاح لينا ان احنا نعمل تبديل لدوران الشفاط من خلال الثلاث سلوك دول. طبعا الازرق بيكون ثابت معانا، والرمادي والاصفر ده اللي بنغير بيه الاتجاهات. طبعا هو مزود بريشة 8 ريش، المروحة نفسها 8 ريش، وده بيدي كفاءة تشغيل عالية جدا، وده يعني اظهره التجربة الفعلية. هنجرب مع حضراتكم الشفاط وطبعا هنحكم عليه بعد التشغيل. هنقلب بدل ما هو الازرق والرمادي هنخليه الازرق والاصفر. بعد لما غيرنا الاتجاه الواضح معانا ان دفع الهواء اصبح للخلف، فبالتالي السحب او الشفط بيتم من خلال الوجه دوت. الشفاط لا يقل جودة عن الشفاط الاتحاد الاوروبي، بل يعتبر الكفاءة موحدة، بان طبعا سرعة الدوران واحدة، بل وهنا كمان الريشة بلاستيك، فبالتالي بتدي معانا خفة للموتور اثناء الدوران. ده طبعا يعني بالاضافة ان الملفات بتاعته نحاس، وسرعة دورانه بتوصل ل 1400 لفة في الدقيقة، فده في حد ذاته شغله كويس جدا، مفيش أي مشاكل منه. بعد لما فصلنا الشفاط طبعا الواضح معانا إن في سلاسة جدا، أو يعني خفة معانا في الريشة، كون إن أصلا الأكس زي ما قلت لحضراتكم على رومان بيلي. شفاط كويس جدا، وطبعا يعني هو لا يقل جودة عن الاتحاد الاوروبي، بل هو برضو كويس جدا ممتاز وما فيش اي مشاكل منه. شركة عباد الرحمن لتوريد وتجارة معدات مزارع الدواجن.